وشاكرين على المجهود الكبير اللي بتعمله ده، ربنا يبارك لك. الله يبارك في حضرتك ويبارك لك في الكابتن عمر، الله يخليك. حيوه لي كتير، لان الحقيقه سمعته بعد الانتخابات كلام متزن وشخصيه يعني قدامها مستقبل كويس يعني. ربنا يكرمك يا حاج، ربنا يعزك يا حبيبي. حاج عامر، عايز اسال حضرتك طبعا في الاول بهني حضرتك بالتاهل للمونديال، حضرتك برضو احد منظومه اتحاد الكره. عايز اسال حضرتك في البدايه، هل سيتاثر جدول الدوري باستعدادات منتخب مصر لمونديال روسيا 2018؟ لا طبعا، الحمد لله ان احنا حاطين الجدول، احنا عاملين حسابنا ان احنا ان شاء الله احتمال كبير ان احنا نوصل كاس العالم، عشان كده راينا كاس دوت. نعم. المنتخب يعني طبعا متفاهم الكلام دوت، الكوبر متفاهم الكلام دوت. يمكن برضه اللي ساعدنا كتير ان في 16 لعيب محترف في الخارج، فمهما وقفت الدوري 16 لعيب دول مش هيجوا الا في الاجنده بتاعت شهر 3. نعم. ويمكن الحقيقه الاتحاد الافريقي كان في خطا من عنده انه حط الاجنده الرسميه في شهر 3، رغم ان دي اخر اجنده قبل كاس العالم. وبناء على طلب الدول الافريقيه ومنهم نيجيريا على ان هو طالب ان الاجنده الرسميه ديت اللي فاضل سنتين على البطوله بتاعت كاس الامم الافريقيه ان هي تتاجل وتبقى وديه، عشان يدي فرصه بدل ما تعمل مباراه واحده ان يعمل مباراتين او ثلاثه اعداد لكاس العالم. واتلغت الاجنده الرسميه بتاعت شهر 3، فهتتقلب وديه ان شاء الله اللي هي من يوم 19 ل 27 3. دي الاجنده الوحيده اللي موجوده لسه حتى نهايه الموسم، بان احنا ان شاء الله نخلص 25 21 5 عشان يبقى فيه 20 يوم للمنتخب الوطني يعمل يعني المعسكر بتاعه ويعمل اللقاءات اللي هي قبل طيب كاس العالم. يعني كده المنتخب المصري اول لقاءات الوديه تبقى خلال شهر مارس ان شاء الله. احنا ما عندناش فرصه غير كده يعني. عفوا. ما عندناش فرصه غير كده، ومفيش اجنده في العالم كله الا في شهر 3، ما عندناش الا في شهر 3. ودي حاجه يعني برضو كنت عايز اسال حضرتك، هل يعني كان حاجه يعني تحدث دائما من قبل الاتحاد الافريقي انه يخطئ في وضع اجنده؟ الحقيقه في اخطاء كتير يعني، الاتحاد الافريقي عنده مشكله انه بيراعي اغلب دول غرب افريقيا، ما بيراعيش دول شمال افريقيا، ويمكن دي بتاثر معانا احنا خمس دول في شمال افريقيا الحقيقه بتاثر علينا كتير، سواء في بطولات الانديه. تخيل حضرتك بتلعب بطوله افريقيا تبدا شهر 2 دور التمهيدي بتاع البطولتين اتحاد الكونفدراليه والابطال، وبتخلص مع كاس العالم للانديه شهر 12. نعم. يعني بتاخد بطوله من شهر 2 لشهر 12، بيعدي عليك مواعيد كتير وبيعدي عليك حاجات كتير. نعم. فطبعا دي بتعمل صعوبه لدول شمال افريقيا، وتلاقي فرقه وكونفدراليه طبعا جرب اكتر من مره بيجي القيد ولاعيبه بتمشي اللي هم مبتدئين في بطوله افريقيا، ان دوري المجموعات كان في شهر 7، تعمل مشكله، تعمل مشاكل كتير طبعا. بقى لنا سنين فرقه ما بتعرفش تريح، نادي الاهلي ما ريحش، ما بتريحش، بتخش على طول على بطوله افريقيا بعد ما تنهي الدوري على طول. فطبعا الامور طبعا دي كانت غلط، يمكن هم عدلوا موضوع الامم افريقيا الحمد لله، ال 40 يوم كنا بنوقفهم في وسط الموسم، بقت الامم افريقيا هتبقى في شهر 7. فاضل بطوله انديه افريقيا طبعا هم مطولينها قوي، يمكن اتحاد اسيا عمل دلوقتي خروج المغلوب، لغى دور المجموعات عملها خروج المغلوب، لان الموضوع بقى طويل جدا ومفيش وقت للدول خاصه شمال افريقيا، ارتباطات كتير. وحضرتك ترجع للاتحاد التونسي عمل الدوري مجموعتين عشان عارف انه عنده مشكله في الوقت، وبقيه الدول غرب او دول شمال افريقيا هي الدوري بتاعهم 14 نادي ده 16، مفيش حد عنده 18 زينا. نعم. بيفرق معاك الفرق ده، بيفرق معاك شهر ونص. نعم. كل دي مشاكل بتقابلنا، يمكن الحمد لله بس ان امم افريقيا الحمد لله ال 40 يوم اللي احنا بيضيعوا مننا كل سنه في الموسم كان بيعملوا لنا مشكله كبيره، دلوقتي مش هتبقى موجوده. فاضل بطوله الانديه الافريقيه، ربنا يوفق الاتحاد الافريقي ويشوف لها حد ان هي ما تطولش ال 10 شهور ديت، لان اللي بيوصل بيعمل لنا مشكله يعني. النادي الاهلي لو وصل كمان ربنا وفقه ووصل كاس العالم للانديه كان هيقعد عنده مؤجلات كتير جدا، المؤجلات بتزيد فبتضطر تضغط له مبارياته. فالدول شمال افريقيا الحقيقه عندها مشكله كبيره. و طيب حاج عامر برضه في الاسبوع السادس الدوري التونسي دلوقتي. نعم. حاج عامر عايز اسال حضرتك سؤال، لماذا لا يتم من قبل لجنه المسابقات في مصر انها يعني تبتدي تتفاوض الى حد ما، يبقى في جلسه ما بين حضراتكم دول بقى شمال افريقيا بس ممثله في لجنه المسابقات، وطبعا احد اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم، من اجل وضع ضوابط تؤدي الى التطوير الكره الافريقيه، لان في لجنه للتطوير في الكره الافريقيه واكيد يعني بيوصل لها هذه الشكاوي، لماذا لا يحدث هذا؟
احنا الحمد لله ان احنا عندنا المهندس تاني موجود دلوقتي ده خدمنا كتير الحقيقه في الزمن اللي فات ديت في امور كتير عملها لنا عدل لنا مواعيد في دوري المجموعات عشان نقدر نعمل مباريات مؤجله في الموسم اللي فات وسط المباريات حته الامم الافريقيه اللي هتبقى في شهر 7 ديت يمكن ده ما كانش بالامكان يتعمل وقت عيسى حياته الموضوع اتغير دلوقتي واحنا بقى لنا 20 سنه بنطالب بيها فاكيد الكفرة في الاتحاد الافريقي عارفين المشاكل دي كلها انما هي طبعا هي اصوات اعلى في دول غرب افريقيا عشان من افريقيا خمس دول فقط اللي بيعملوا هم مصلحه دول غرب افريقيا الجو عندهم غير عندنا فبالتالي برضه هم يعني عندهم مشكله ان هم بين دول الغرب ودول الشمال الظروف الجويه مختلفه بدايه الدوري هناك مختلفه عننا هي كل حاجة مختلفة يا فندم هي كل حاجة مختلفة يعني حتى طبيعة الأندية وطبيعة الملاعب وطبيعة كل شيء مختلف ولكن يعني طبعا ودي هتعتبرهم كمان في مشكلة يعني يمكن برضه هم مش حاسين بيها إن أغلب الدول الكبيرة في أفريقيا اللعيبة بتاعتها محترفة بره فما بيعملوش توقفات كتير ما عندهمش مشاكل كتير نعم في الدوري يعني الأمور كتير مختلفة إنما الحمد لله اتظبطت في أمم أفريقيا فاضل لنا كل الأندية اللي لازم يعني ما ينفعش تبقى من شهر 2 لغايه كاس العالم للانديه في شهر 12 مده طويله جدا انك انت بتعمل بطوله واحده في المده في 10 شهور يعني صعبه جدا فنتمنى ان شاء الله طبعا يمكن الاتحاد الافريقي موجود عندنا وكابتن شطه موجود واللجنه الفنيه هو ماسكها والكابتن هاني موجود فهي خطوه خطوه يعني احنا بدانا بامم افريقيا وده كانت اهم لان كان دايما بيروح منك ال 40 يوم ده موعد لحضرتك وسط الموسم ودي كانت صعبه جدا. ده اكيد. حاج عامر يعني برضو هرجع لنقطة مهمة جدا انتظام بطولة الدوري وقوة بطولة الدوري بتؤثر يعني أكيد بالإيجاب على المنتخب الوطني حضرتك ذكرت قال يعني قلت ان الدوري هيبقى منتظم حتى بداية المنتخب المصري لاستعداده في شهر مارس هل موضوع مسابقة كاس مصر هل تم يعني التوافق ان مسابقة كاس مصر تبقى عاملة ازاي خصوصا ان برضو هل بقى هيتم فيها مشاركة اللعيبة الدوليين ولا لا يعني هل تم التواصل بشأن هذا الموضوع احنا عاملين حسابنا طبعا موضوع الكاس برضو وانا حاطط يمكن في الاعتبار في الاجنده بخلص مباراه الاهلي بقربها بتاعت المؤجلات الاول عشان في العرب تلاقي ان الاهلي لازم مقرص بتلعبه في الدور اللي جاي دوت مع بقيه الانديه لو بس المؤجلات الاول بقدر الامكان هيتبقى مباراه واحده من المؤجلات الاهلي في شهر ثلاثه مع المقاولين العرب انما الامور كلها كان مش حسابنا ان كاس مصر ما فيش 32 انا من الموسم اللي فات بدات العبه من غير الدوليين لعدة امور على ان احنا النظام بيبقى فيه 18 نادي دوري ممتاز 14 بيطلعوا لهم من الاقسام الاخرى انا بلاعب 14 ضد 14 من الاقسام الدوري الممتاز فاكيد مش هتفرق مع انديه الدوري الممتاز الا بقى لو انديه زي ما عملت كده ريحت لعيبه وانديه ادت انذار الثالث عشان تريح لعيبه دي حاجه بتاعتها وبيت الاربعه بيلعبوا بعض اللي هم الثلاثه اللي بيبقوا صاعدين من القسم الثاني مع الاخير من الموسم اللي فات اللي فضل بعد الثلاثة اللي هبطوا، الأربعة دول هم بس اللي بيلعبوا بعض في الدوري الممتاز، فأكيد مش هتبقى مؤثرة إن أنا ألعب من غير الدوليين في الدور دوت، فمفيش ضرر للأندية، إنما من دور 16 حتى النهائي، طبعًا الأندية كلها تلعب الدوليين. حاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، بشكر حضرتك شكرًا جزيلًا. كابتن ربيع كلام مهم.